أولاد الإمام علي مكتوب رضي الله عنه صلوات الله عليه كم، وما هي الحكمة من حصر اثنين من الأبناء من ضمن أهل البيت دون البقية؟ لا نملك معلومة دقيقة عن عدد أولاد أمير المؤمنين من الذكور أو من الإناث، ولكن بالمجمل حينما يتحدث علماء الأنساب وكتاب السير عن عدد أولاد أمير المؤمنين، المشهور البعض قال أكثر من ذلك، البعض قال أقل، لكن المشهور في كتب الأنساب والسير عدد أولاد الأمير 15، هذا هو المشهور. نحن لا نملك دليلا قطعيا على هذا الموضوع، التفاصيل التاريخية لا نستطيع أن نقطع بها، ولكن هذا هو المشهور، عدد أولاد الأمير 15. هناك من قال بأن عددهم أكثر من ذلك، وهناك من قال بأن عددهم أقل من ذلك، ولكن هذا هو المشهور في كتب الأنساب وفي كتب السير على ما يعلق في ذهني وخاطري. أما ما هي الحكمة من حصر اثنين من الأبناء؟ إنهم أولاد فاطمة، هذه الحكمة، أولاد فاطمة وانتهينا. يعني هل هناك من حكمة أخرى وراء هذا؟ هم أولاد فاطمة. هناك قضية مهمة قد لا ترتبط بهذا السؤال. السؤال عن الحكمة في كثير من التفاصيل الدينية وفي كثير من التقديرات الخلقية والسنن الكونية. يمكن للمتحدث أن يتحدث عن الحكمة في الموضوع الفلاني كذا وكذا، ولكن السؤال هل هذا الذي نتحدث به عن الحكمة المرتبطة بالتشريع الفلاني أو بالتقدير الفلاني أو بالسنة الكونية الفلانية، هل هذه المعلومات التي نطرحها هي المعلومات الحقيقية الكاملة النهائية؟ الجواب كلا، وإنما نحن ندور في أحسن أحوالنا حول الموضوع، نتحرك في جوانبه. أنا أسألكم الآن، إذا ما أردتم أن مثلا أن تفتحوا أي جهاز من الأجهزة، جهاز الموبايل، إذا أردتم أن تفتحوا الجهاز وأن تدخلوا إلى مكوناته التكنولوجية في داخله، لا تعرفون لماذا ركب بهذه الطريقة ولماذا
صمم بهذا التصميم. وحتى لو أخذتم الجهاز إلى مهندس خبير فإنه يعلم شيئا عن الموضوع. لعلمكم الآن مثلا في عصرنا الحاضر، الآن من المشاكل التي تواجه مثلا الشركات الكبيرة مثل شركة المايكروسوفت مثلا، من المشاكل التي تواجهها اتساع الشركة ووجود مؤسساتها في دول عديدة. الجهاز الذي تصنعه هذه المؤسسة لا يصنع في مكان واحد. التصميم الأصلي يأتي من بلد، ربما من فرع للمؤسسة مثلا في تايلاند. إعطاء القرار بالموافقة على هذا التصميم ربما يأتي من مؤسسة أخرى قد تكون في أحد دول أوروبا الغربية. بداية الصناعة يكون في مكان، وهذه القطع كل مجموعة تصنع في مكان، وبالتالي المهندس الموجود بين أيدينا لا يعرف شيئا عن كل التفاصيل. هذا إذا كان الأمر يتعلق بشيء دنيوي محدود. قطعا هناك جهة، هناك مركز، هناك أشخاص يعرفون كل التفاصيل، ولكن هذه المعلومات ليست متوفرة للجميع. هذه معلومات ترتبط بهذا الجهاز أو بهذا المخترع أو بهذا التصميم، يعرفها مجموعة محدودة. هذه قضايا محدودة جدا في عالم محدود جدا، فحينما لا نعرف الحكمة لا يعني أن الدين ما هو بحقيقة، لأن هذا الكلام قد يطرح. بما أننا نجهل الحكمة في هذا التشريع أو في ذلك الأمر، فهذا يعني أن الدين ما هو على حق. ما هي الدنيا قائمة على كل هذه التفاصيل. هذه القوانين التي تشرع في البرلمانات، في المؤسسات القضائية، في أي جهة من الجهات، لها خلفيات ولها معطيات لا نعرفها نحن ولا يعرفها المختصون أيضا بكل تفاصيلها، يعرفون جانبا منها. لابد أن نعرف من أننا لا ندرك تمام الحكمة لا في القضايا التشريعية وفي التفاصيل الدينية، ولا حتى في مجريات التقدير الرباني، ولا في السنن الكونية. ما نعرفه لا يعد بشيء، وإنما هي معلومات في جوانب الموضوع. كما يقال من أننا ندور في فلك الموضوع. هذه هي الحقيقة من الآخر. وإن كان الإنسان بإمكانه أن يتحدث وأن يتحدث، ولكن الحقيقة من الآخر هي هذه.
في برامج سابقة ربما تحدثت عن هذا الموضوع حين كان السؤال لماذا عدد الأئمة 12، الذي وضع نظام الإمامة جعلهم بهذا العدد. لماذا لا تعترض على شركة أبل التي وضعت لك 12 زرا في جهاز الموبايل؟ لماذا لا تعترض عليها؟ هل اعترض أحد؟ ما هو موجود 12 زر من 1 إلى 9 والصفر والمربع والنجم، لماذا لا يعترض أحد عليه؟ لماذا لا يعترض أحد على مفاتيح القدرة الموجودة في الكيبورد عددها 12؟ هل سمعتم أن أحدا اعترض عليها؟ لماذا لم يعترض أحد على عدد النجوم في علم الاتحاد الأوروبي 12 نجمة؟ لماذا لم يعترض عليها أحد؟ لا عدد دول الاتحاد الأوروبي بهذا العدد، لا في البداية ولا الآن، لماذا لم يعترض؟ لأن المصمم انطلق من حكمة معينة. نفس القضية، ما هي الأمر؟ هو المصمم، هو الذي صمم هذا العدد. لا تستطيع أن تعترض على مصنع جهاز الموبايل، وحتى نفس الشيء التليفون، جهاز التليفون والبقية. الأمر هو لماذا لا نعترض على أرقام الساعات؟ أليس عدد الساعات 24 ساعة؟ لماذا ترقم إلى الرقم 12؟ لماذا لا نعترض على هذا ونقول لماذا لا ترقم الساعات إلى 24؟ ما هو المصمم المخترع يرى أن الحكمة وأن الفائدة وأن المنفعة كان في الجانب التقني أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الفني والجمالي إلى مجموعة أمور؟ ما هو الأمر؟ هو نحن الآن في وجوهنا هناك، في وجوهنا ورؤوسنا رجالا ونساء، هناك شعر يطول بسرعة يحتاج إلى قص، وهو شعر الرأس مثلا، وربما عند الرجال شعر الشارب واللحية. شعر الرأس عند الرجال والنساء يطول بسرعة يحتاج إلى قص وإلى تشذيب، وهناك شعر يطول ببطء وهو شعر الحاجب. شعر الحاجب يطول ولكنه يطول ببطء، وهناك شعر لا يطول أصلا وهو شعر الأجفان، لا يطول ولا يقصر. فشعر الأجفان لا يطول ولا يقصر، وشعر الحاجب يطول ببطء، وشعر الرأس يطول بسرعة. هناك حكمة ربما ندرك جانبا منها، ربما نتحدث عن هذا، ولكن القضية أبعد من ذلك. فهناك ما يسمى بالحكمة المجهولة، والحكمة المجهولة هي الحكمة التي تكون خاصة بصاحب الحكمة، بالحكيم الأصلي. هناك حكمة مجهولة، ونحن يمكن أن يتجلى لنا ما يتجلى من المعاني التي هي في جوانب الموضوع.